صنع المستقبل من أصل الحضارات، شعار يرفعه الجناح التركي في إكسبو 2020 دبي، ليدرج تحته تاريخ بلاد الأناضول الفريد وثراءه الثقافي والحضاري مقابل الصناعات التي يتميز بها، لا سيما الحربية منها، مستعرضا بعضا من منتجاته اليدوية والطبية. المزيد من التفاصيل حول الجناح التركي في جولة موفد مركز الأخبار إلى إكسبو 2020 دبي، محمد وموسى، نتابع. نرتقي إلى المستقبل من أجل عالم مستدام، هو الشعار الذي يحمله جناح تركيا هنا في إكسبو 2020 دبي. من خلال هذا الجناح الذي يزاوج بين التاريخ والحضارة والاقتصاد والصناعة، وبما أننا نتحدث عن الصناعة، ففخر الصناعة التركية خاصة في المجال الدفاعي هي هذه الطائرة بدون طيار. هذه الطائرة بدون طيار المشهورة في تركيا استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات في العديد من الحروف العالم، وهي معروفة هنا في هذا الجناح. بالإضافة إلى الصناعة الحربية، هناك أيضا الصناعة اليدوية معروضة هنا في هذا الجناح، وتشاهدون السجاد التركي المشهور، بعض القطع منه معروضة هنا. طبعا هذا تركيا تشارك في هذا الجناح هنا في منطقة الاستدامة بجناح يجسد التاريخ الفريد للأناضول ويبرز الطبيعة والاستدامة في البلاد، ويستوحي تصميم الجناح يعني من المظاهر الأولى للهندسة الضخمة المعمارية في تركيا. طبعا تركيا هي الدولة الوحيدة التي يعني تجمع بين قارتين، هي توجد في القارة الأوروبية بجزء، والجزء الآخر يوجد في القارة الآسيوية، ومضيق البوسفور ومضيق البوسفور هو الذي يفصل بين الجزئين. طبعا هنا نشاهد بعض المواد الطبية أو المنتجات الطبية التي يتم صناعتها في تركيا، وبعض النماذج منها، ونشاهد أيضا جسر البوسفور المعروف رسميا باسم جسر الشهداء، وهو أحد الجسور المعلقة الممتدة على مضيق البوسفور في إسطنبول. وطبعا هذا الجسر يوجد في إسطنبول، وإسطنبول كما نعلم هي مدينة تعاقبت عليها ثلاث حضارات: الحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية والحضارة العثمانية. ورائحة التاريخ ورائحة أيضا الاقتصاد والصناعة والحضارة تنبع من كل مكان هنا في جناح تركيا الذي يقع كما قلت في منطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي.